مرحبا. ناخذ الانترو ونقول الو. طر متعود، طر متعود. اجواءي وملاعبي يا زلمه. طيب يا جماعه الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عرف بنفسك. يحيى الصديق. من اعلامي وناشط اجتماعي من طرابلس. من لبنان. عارف بنفسك؟ عباده صنوفي. والله ما بعمل شيء، بس برفيق ولا صالح. ما عندي شيء مميز. عباده اللي كان بفيديو اللهجه السوريه والفلسطينيه. نعم، هذا المره نعمل اللهجه الفلسطينيه والسوريه واللبنانيه كلهم. نعم، الشلفه كلهم ببعض. نضع القليل من الثلج على الزجاج حتى ننظف به. نعم. ننظف الثلج بالثلج. هذه وصفه من مطبخ الطباخ لبنان. ايدك اشوف، والله نجرب الوصفة. ايدك شوي ايدك. حلو، دخل كل اغبى وصفة في التاريخ. يا جماعة ضويلي هالضوء. ضويله ليحيى، ضويله. يعني كل شيء عامل حوادث بحياتي، بس الحادث مع صالح له طعم اخر. طعم المقاومة هذا يا زلمة. اول شيء نحن عارفين حالنا حنخبط فيه للزلمة. نعم. فخذ استعداداتك. وضيفتنا بالزلمة. لا مش هيك، مستر عملت. طبعا كل واحد كان اخذ الوضعية الصحيحة وفتنا. نعم. فيه. نعم. وعادي ولا كأنه فتنا. لا. حادث. صار زنخ تأديب. احكي لهم وين احنا وليش جينا هون. اوكي، نحن بالفاتح. عبادة برن، استنى اشوف بالله. شوي شوي عبادة. عبادة. ايوه. ايوه احكي. عم اقول اديب لسه عم ياكل هلا، هاي بتكون شيء اكل لما لا. شو؟ شوفي. لا ضحكوا. لسه بنحكي عن نفس الموضوع. عادي. بنحكي عن نفس الموضوع. بالله. ايش؟ جيب لكم شيء بدون لبين ما اخلص اكل. شاورما ما في، ما عنده غير، ما في شيء. وجبات كريس، بس كريسبي وبس، ما عنده غير كريسبي. لا بدناش. ما بدي. بس يلا مشكلة، السيارة بعد الحادث فضى فيها. ما في زمور. فيش زمور فيها الحمد لله. انخرب. راحت. أديب سامحنا، كبينا حرام عليك كثير والله. لا لا فهمهم شو يعني كبينا حرام. كبينا حرام يعني حكينا عليك، استغبناك. الله لا يسامحك. كثير أحلى. ليه الله لا يسامحني؟ شو أنا أول حدا بكب حرام عليك بالحياة يعني؟ ما أنا اللي دريت. تتذكر؟ أنا امبارح كبيت عليه الخير الله. حلو هاي. أجا. امبارح والله لا أنا أطول بمدح فيك يا أديب. الله يسامحك، أنا بسامحك. أديب عبادة ما أكذبك. والله أطول. تعرف؟ أقول لك شغلي؟ قول لي. أنا بحياتي ما غتبتك. يي 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 بحياته ما غتبتك بحكي له. والله أطول بقلي إياها، ما بعرف شلون هيك. لا تسامحني. لا دنيا ما اخي مسامحك، دنيا واخر. لا بس معقول يعني ولا مره يعني انا بمر احيانا، انا بغتاب حالي احيانا يا زلمه. اديب قاعد طبعا بدوش مبين، عشان انا مبين. استمعنا حبيبي. مبين. كلياتني كلك. يحيى الصديق من لبنان، طرابلس. طرابلس صح؟ صح طرابلس. انتوا بتحكوا بالطا ولا بالتا؟ بالطا، ما في. ايوه طرابلس. تريبولي بالانجليزي بس. بدنا نعرفها بالانجليزي بالعربي بتحكيها طرابلس. بلش يلا. انا عندي بصراحه مدنق. اخوي احكي لي، بدي اعطيك هلا اول كلمه هديك. مش مدنق شيء عم نعيشه حاليا. بالضبط. انت لما تحكي كلمه اشرح يعني. مدنق. مدنق. وبعد انت عشت بلبنان، طرابلس خاصة عشت. والله عشت بس سمعانه. بس هي لها كماله، بس اذا كملتها في غير حتنفهم يعني. هي مدنق من الشيء. مدنق مقرف هيك يعني قرفان؟ لا. مدنق دني وسخ؟ لا لا. ضجر زهقان؟ الجو اللي احنا بنعيشه برد؟ صح يعني بردان. مدنق يعني بردان. مدنق من البرد. طلع 1-0. 1-0. برافو. اردزي. شو كيف تطلع؟ اردزي. اردزي. اردزي يعني نسناس؟ نو. شو اردزي يعني؟ جاي اعطيني هند. فعل طيب. لما كلمه لما شو اردزي فعل. اردزي فعل. فعل امر كمان شكله. فعل امر. اردزي فعل امر. طب ما فيك تحط بلي. ولا هو شو. والله نسيت انا هذا الهبيل حط الارمز عم بضحك. ولا مش مهم. المهم اردزي. طب بس حط لي اياها بجمله. اردزي فعل امر. اردزي.
بدك احمد انت بهذا الفيديو لازم يكون. والله احمد تحية لاحمد ساعدني. طيب والله ما بعرفها ولا سمعنا عنها شيء ولا ارد يا اخوي يعني. طب جرب احكيش ورا انت ما جربتش يعني جرب تزبط معك. انا جربت زبطت معي. ارد البوس مثلا او شو 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 حكي انت البوس. اه البس البس اه يعني. اردزي اعمل لي شيء يعني او شيء شو خلاص 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 اقعد شو نصرف اردزي نقدر اردزي يعني نقدر اردزي ايوه بالضبط هيك بيعقد بيعقد كثير بيعقد كثير يعني نعرفها معروفه. طيب اكيد سائل بتعرفها صح. والله اقسم بالله كل كلماتك سئيلة. كل كلماتك سئيلة. اتحداك اذا تعرف واحدة من اللي اعطيك اياها. والله لانه الفلسطيني كثير اصعب من اللبناني. ترويقه قايل لك اياها بلبنان. بس قلت له ترويقه. احكي له احكي له احكي له سر الترويقه. انهار. استنى شوي رن علي وانا بطرابلس الصبح صحينا بطرابلس. رن علي الساعة 9 9 9 قبل المقابلة. قلت له تروقت. استنى استنى شوي صباح لا. بونجور صالح. لا كان صباح الخير. قلت صباح النور اهلا. كيف كيف حالك صحيت؟ بحكي له بحكي لي تروقت؟ بحكي له اخوي شو انا هلا صحيت. بحكي لي بعدك ما تروقت؟ بحكي له اخوي شو تروقت هاي؟ بحكي لي يعني شو تروقت؟ يعني فطرت؟ بحكي له اخوي اسمع افطرنا افطرنا انا بدي افطر بدي افطر مش تروقت. اجري من عنه. شو هي؟ اجري من عنه. هي بنحكيها بس انا ببسط لك اياها. اجري من عنه. اجري من عنه ايوه او اجر من عنه او اجر من عنه هيك شيء اجري اجرك عنه يعني لا اجري من عنه ما فوق راسه غصب عنه غصب عنه. انا حكيت لك يعني حكيت لك هاي الاسلوب اللي يعني بس هو غصب عنه يعني اجري من عنه غصب عنه غصب عنه غصب عنه اجري من عنه اعمل هيك اجري اجري من عنه سربت او سرب اعطينا تسرب يعني تسرب لا نفس لا شو نفس بلون منفوخ صار نفس لك لا بدي سرب سرب اغلي من هون يعني روح من هون اغلي يعني روح اغلي من هون اغلي يعني اغلي المي نحن اغلي من هون صح صح بشكير لا لا هيك كثير يعني هيك كثير بشكير بشكير هاي بشكير هاي لانه نحن على فكره هذول ايش طالعين بالمناطق ما في بشكير يعني مثلا ايش طالعين بالفيديو هذول؟ لا لا روق شوي بطرابلس مثلا بيقولوا بشكير ببيروت بيقولوا منشفه عرفت؟ نحن نحكي هذه منشفه يعني حتى بين استنى 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 هاي منشفه بشكير البشكير بيقعد نصها لا انه ببيروت ما بيفرقوا بيناتهم خلص منشفه منشفه بس بطرابلس لا الصغيرة بيقولوا لها بشكير تبرل ها الله يستر الله يستر يا رب شعشبون شعشبون هو هذا عدو خلص خلص معك 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 والله شعشبون انت عشان هيك عم تقول الكلمات لا مش شطارة منك يعني والله بس واحد يسأل والله بس اديب من وين 3-1 3-0 لا لا والله لا والله بس اديب من وين بيعرفهم شو بعرفهم جعد لي اياها لا ولك والله والله عم طلع كلمات لبنانيه وحي طلع فكرت فكرت كده بشعشبون لا لا شعشبون 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 طب بس هيك اعطيني اسم حيوان اسم حيوان لا ما حيوان انت 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 اسكت ترتاح شعشبون شو اسم اسم حيوان؟ هيك اضرب لك حيوان كلب سينة عملوا منه فيلم اديب شعشبون سوري لا بالحالي حاليا حالي كنت عبد لك شعشبون عنكبوت والله بتعرفهاش انت؟ والله معلم بحكي لك هاي في نكته بحكي لك بالانجليزي اسمها سبايدر بالعربي عنكبوت الخلايا اللي كيف سموها شعشبون ما رجعوا عن جد شعشبون طب انا اعطيك على كمان كلمه اجانس فرصه شو يعني مثل تشانس يعني فرصه
ما هيك؟ أجانس؟ شو جانسية؟ شو؟ أجانس؟ تعطيني يعني؟ أجانس اتحايل عليك يعني أو شيء؟ شو؟ هذا التلفون أجانس يعني أصلي جديد. آه هي أجانس أصلي جديد يعني أوريجينال يعني. لا مش أوريجينال. لا يا حبيبي يا هذا عفو الله. في فرق بين جديد وبين الله. أصلي يا عفو الله. حكورة حكورة بندورة. شو حكورة؟ لحظة شوي حكو. طب أعطيني هيك حكورة رايح على الحكورة مثل حديقة رومبوان يعني. ايش ايش اخوي ايش يعني رومبوان يعني مستديرة او شو شو تسموها دائرة لك هاي اللي نافورة لك مش نافورة لك هاي اللي بلفوا فيها بيكونوا في اشارة مرور او بيكون في شيء دوار دوار تسموها دوار شو اسمه اخوي شو مفوا شو رومبوان شو هي رومبوان شو رومبوان طب اخوي هي فرنسي صح ايه هي فرنسي لبناني انا نكير بس انه خلص كيف في قصص عندكم اياها هيك هيك عنا نفس الشيء طب عرفت نفس الشيء والله حكي عبره احسن من هيك هيك طب عرفتش حكورة الى بحر طويل ما عرفتش حكورة انت حكورة منا ما طلعت هالدوار ولا حكورة ولا حد ولا حديقة ولا شو قصدك بحديقة حديقة شو حديقة شو يعني مثل مكان عام يعني لا ايش وين شو حكورة آه. هي بستان صغير بكون جنب البيت هيك بالبيت بحط فيه كم من شجر حكورة آه. او حديقة صغيرة تبعت البيت مثل القعدة محل ما بتقعد أيوة فيها حكورة عادة. والله ليك خطرت لي بس انا مسطل بتعرف شو هي كوربا؟ كوربا؟ اعطيني كوربا سهلة كوربا بتعرف شو هي كوربا؟ تقول له الكومنت صارت احمر وصل لك اجى الاكل على الباب بالضبط الاكل هي هي دقت حرامي مش دقت مش دقت واحد جايب اكل يسوى يجيب المصاري ايه لحظة لحظة شو والله ما تدفع لا يا ابن حلال والله ما تدفع لا خلها علي قلت لك والله ما تدفع الله يسلمك لا والله انا اللي بدفع قلت لك والله ما تدفع يا ابن الحلال حرام ما تدفع حرام ما تدفع حرام ما تدفع لا والله لا ادفع قلت لك ما تدفع حرام ما تدفع لا لا والله لا والله ما بس لا والله لا انت دافع والله لا تدفع طب خلينا بس اطفي الكاميرا والله شايف عباد انا بطفي انا بطفي ما بعرف اطفي والله حايص نايم مش عارف اقعد يعني صح ومصطلحاتكم مشوية جخ ايه جخ يعجو على العالم شو ها يعجو يعجو صح صح شو يعني يعجو بس بجخ بجخ على العالم انه معه سيارة جديدة مثلا على بجخ ايه ايه طيب بجخ بعجو انه معناها يعني بيشوف حاله الفلاح بعجوك بيعجوك اه بعجوك ليش قاعد بتعجوك ايه يعني ليه بتشوف حالك علينا أيوة. يعني شو شهورني شهورني حيرني يعني فكرة كلمة سألتك إياها عبادة سألتني إياها إلي أنا؟ اه بالهذاك الفيديو شهورني شو متذكرها شهورني؟ شو شهورني؟ شهورني افتح الفيديو يا الله لا عن جد شو شهورني؟ شهورني عبادة شهورني يعني عصبني لا يعني نرفزني عصبني الله سيدة شهورني متأكد انك سألتني اياها؟ ابهرني هي قلت لك ابهرني شهورني يعني نفخ عيني يعني ضربني ضرب مبرح ايه ابوي شهورني يعني ضربني ضربني يعني ايوه شحاتي شحاتي؟ شح شحاتي شحاتي غير الشحاطة؟ شحاتي مش شحاطة شحاتي واحط لي اياها بجملة او شيء هيك هاتي شحاتي ما انا شحاطه يعني هات الشحاته شو هاي مين بيقول لك هات الشحاته اي حدا هات الشحاته شي بيلبس هو لا غرض يعني هيك ماده هيك شيء اه ماده خام
شو بدك خام يعني جسم صلب هيك يعني. شمعة أو شيء شحاتي ساعدنا يا زلمة. سألتكم إياه أحد ما يعرفهاش هاي كمان. شحاتي شحات شحات مش شحات شحات. أديب حكي لك كلمة يا زلمة. على الفاضي. منا وجود عدم واحد. غير شحاطة. لا وقت نحن كنا عم نقول شحاطة وهي أكيد لأنه لو شحاطة ما كان سألك يا عم. خشب. صالح. شحات الخشب وحكينا نفس الشيء لما سألته شحات الخشب. شحاتي. وين راحت هي؟ وين عم تطلعون انت يا زلمه؟ شحاته كبريته. كبريت؟ طب انه بس انه كثير 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 في فرق عن جد. وجاق. ايه؟ يعني وجاء. وجاك؟ وجاك. وجاك هي بالتركي. صح عباده؟ ممكن تكون ماخوذه. وجاك وجاك. وجاك ايه؟ شو هي؟ هلا وجاك هو شهر شباط بس ما لا ما شباط. البعد شباط. لا شباط بالتركي. وجاك شهر 11. لا بس انه ما هذا معناتها يعني. وجاك شو حطوا لها بجملة والله؟ كمان بالطقس البارد تستعمل. شهر واحد ما شهر 11 يا زلمة ليش عم بقول لك؟ احكي لي احكي لي كلمة يعني احكي لي جملة. يعني بيستعملوها بالضيع بالوقت البرد كثير. وجاك؟ ايه. خشب انه هذا اللي بولع الحطب؟ اللي بولع الحطب. زكة. طب شو؟ احنا حكينا زقة بالقدس، حكينا زقة. دقة دقة لا دقة هذيك أكلة. دقة وزقة. زقة احنا بنحكي لها. على فكرة نحن زقة يعني زقة. يعني زقة يعني امسكها وزقة من هون يعني احملها من هون. لا زقة هاي. شو زقة؟ يعني انه شو بتنحط بالجملة؟ زقة. لك حط لي اياها بجملة يعني... بيقول لي زقة. اعطيك اياها بجملة. شيلها يعني؟ وقف بالزقة. يعني عجقة. بالطابور. وقف منيح. وقف مثل السيخ. طب شو؟ زق يعني وقف بزاوية صغيرة. عبادة قاعد بالزقة. يعني بزاوية صغيرة؟ زقة زقة هيك زقة. طب والله حرام. والله حرام. كعيت. معروفة صح؟ نعم. فاهم شو؟ كعيت أنا نسيتها والله كعيت. ما بتعرف شو يعني كعيد؟ كعيد ما قدرتش؟ ما؟ كعيد ما قدرتش اكمل مثلا وما ايه خلص كعيد يعني خلص كعيد خلص استسلمت ايه شايف هيك بعرفها فشكة بتعرف شو يعني فشكة؟ أكلة هي صح؟ شو هي؟ عرفت ليش عم بسواها؟ فشكة بس ما رأى معي له بطرك فشك بنص عينك يعني بوكس يعني حكيتك بطرك فشك بنص عينك رصاصة رصاصة يعني فشك لا ما أنا صفر صعافة أنت صفر ولا إشي هاد نبلش كلمات إنجليزي هات لنا نشوف فشك بلدنا فشك هلا بعدنا عم نحكي فيها اللي بعده رصاصة رصاصة اللي تخلع رقبتك يا أديب ايه طبعا ما شاء الله عنك اخرط يعني ادحش يعني لا اخرط اخرط وسلينا اكذب وسلينا والله انا وينك بالمره زقه يعني زقاق زقاق انا اسمع حكيت لك زقه دخله صغيره هي زقاق يعني هيك جلده جلده شين جلده جلده يعني جلد لا بخيل هذا أجعر من منعنه أجعر قرأ كم مرة قرأ عشان هيك أجعر من عنه عشان هيك أجعر من عنه أيوة أطلع فيه عندهم كلمات أصعب يعني من أصعب من أصعب من أصعب إشي بالعالم أصعب من أصعب إشي في العالم إن شاء الله الفيديو الجاي مع اللهجة الكورية لأنه اكتشفت إنه اللهجة اللبنانية فيش فيها كلمات يا أما إحنا شفنا وجه البوكسة بس منهم ما بعرف يعني لا بس والله عن جد والله عندكم كلمات كثير صعبة يا زلمة لا والله هي شو هذا أجر بسقة شو أجر من عنه أجر من عنه أجر من عنه كان معنا أخونا يحيى الصديق أجرب حديثك يعني كمل يعني كمل أجرب حديثك نراكم
في أشياء تانية. السلام عليكم.